مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني ضربه البدايه ان شاء الله تكون ضربه موفقه لدور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. بالطبع النادي الاهلي بيخش هذه البطوله وهو حامل لقب البطوله الماضيه، وان شاء الله يصل لالقاب عديده جدا ويحافظ على لقبه للعام الثاني على التوالي باذن الله رب العالمين. يمكن يا محمد زي ما ذكرت يمكن النهارده الفريق كان يومه يعني بدا بدري جدا في فندق الاقامه، الفطار طبعا كان الساعه 11 صباحا، كان فقره التدريب اللي بتبقى داخل الفندق كانت 12:30، كان في يعني كده زي ما بنقول وجبه خفيفه الساعه 2 كانت اختياريه لمن يرغب من اللاعبين، والساعه 5 يعني منذ لحظات قليله الفريق انتهى من تناول وجبه الغداء. ان شاء الله هتكون المحاضره في تمام السادسه والربع، ومن بعدها ان شاء الله التحرك لملعب السلام لملاقات فريق مدياما الغاني ان شاء الله زي ما قلنا في بدايه دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا. يمكن الفريق محمد زي ما انت عارف ابتدى الاستعداد لهذه المباراه منذ الاحد الماضي، يمكن الفريق طبعا خاض حد واثنين تدريبات عاديه، يوم الثلاث كان في مباراه وديه ما بين فريقين ومطعمين ببعض العناصر من قطاع الناشئين، طبعا الدوليين انضموا فقط من مران الخميس والجمعه، كان طبعا تركيز شديد جدا. اهم ما يميز كل التمرينات يا محمد ان كان في محاضرات سواء فيديو او محاضرات نظريه مع اللاعبين، مستر مارسيل كولر بياكد بشكل يعني قاطع ان ما فيش تهاون في هذه المباراه، عايزين نستغل البدايه ان مباراة على أرضنا وإن شاء الله نحقق 3 نقاط وتكون بداية قوية، نستغل عملية الأرض والجمهور ويكون في تركيز من البداية، خاصة إن أكيد فريق طامح زي فريق ميديام عمل مفاجآت يا محمد منذ بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا، فطبعا الفريق عامل حسابه سواء الجهاز الفني أو اللاعبين، وإن شاء الله زي ما قلت لك تكون بداية موفقة وضربة بداية قوية جدا بإذن الله رب العالمين، خاصة زي ما تابعنا محمد إمبارح يمكن مباراة شباب بوليزاد وفريق يانج افريكانز كانت قويه جدا، ويمكن شفنا فريق شباب بوليزداد يعني ظهر بصوره مغايره جدا عن الموسم الماضي، اكثر تدعيما اكثر قوه هجوميه، ان شاء الله يكون الفريق النهارده يستغل هذه الضربه وتكون بدايه موفقه باذن الله رب العالمين، وننتظر فيما هو قادم باذن الله مباراه يانج افريكانز خارج الارض ومن بعدها على طول مباراه شباب بوليزداد على ارضنا هنا باذن الله رب العالمين. توفيق، من خلال اللقطات اللي انا شايفها قدامي دلوقتي على الهواء مباشره، الاهلي موجود في نفس فندق الاقامه اللي كان موجود فيه قبل كده حتى لما كان بيلعب في استاد القاهره، يعني تغيير ملعب المباراه ما خلاش او ما اجبرش الجهاز الاداري انه يغير فندق الاقامه، فهل الفندق قريب من استاد السلام ولا الفريق ممكن يتحرك بدري شويه لو كانت المباراه في استاد القاهره او عكس لو كانت في استاد القاهره؟ بالطبع محمد يمكن ده الفندق اللي النادي الاهلي تقريبا بقاله 3 سنين بيبقى مكون فيه ليله كل مباراه، بالطبع في الفتره دي كنا بنلعب بعض المباريات على استاد السلام، ويمكن بس مستر مارسيل كولر زي ما انت عارف ان هو غير الملعب وخلى الملعب المعتاد لفريق اللي هو الملعب التاريخي استاد القاهره الدولي، يعني الفريق الفندق موجود في منطقه التجمع الخامس قريب جدا سواء من استاد السلام او كمان من استاد القاهره محمد، يمكن المسافه تقريبا واحده، فهو الحمد لله قريب سواء من استاد السلام او من استاد القاهره، وده طبعا لدفع الجهاز الاداري والجهاز الفني ان هم يثبتوا الفندق ومفيش اي مشكله، خاصه زي ما قلت لك كان قبل كده كمان كنا مقيمين فيه بشكل طبيعي جدا في الفتره اللي الاهلي كان بيخوض فيها مباريات على استاد السلام، وكمان لما كان المباراه في استاد القاهره فهو المكان تقريبا متوسط ما بين الاستادين سواء استاد السلام او استاد القاهره، فما فيش مشكله خالص من ناحيه الوقت والمسافه، بالعكس يمكن تكون المسافه ابعد منه وبين استاد السلام، ولكن طبعا الطريق بما انه طريق مفتوح فما فيش اي مشكله من حيث الوقت، وطبعا يعني قوات الامن وبتعاون مع وزاره الداخليه دايما مع النادي الاهلي بيكون في تامين سواء الاتوبيس من الناحيه الامنيه او كمان مروريا بيكون في تامين لكامل خط السير لحتى وصول لملعب المباراه. طبعا بالطبع محمد نقطه مهمه جدا وهي عوده النادي الاهلي في هذه المباراه لاستاد السلام، طبعا يعني استاد القاهره يمكن مغلق بشكل مؤقت لبعض الاجراءات، اعتقد ان الفريق مش غريب على استاد السلام، وباذن الله رب العالمين النهارده يكون موفقين، وباذن الله زي ما قلت ضربه بدايه قويه ما ياثرش فيها تغيير الملعب او اي حاجه، اهم حاجه ان جمهور النادي الاهلي على طول هيكون في ظهر فرقته وموجود كالعاده، وباذن الله تكون اول 3 نقاط في دور المجموعات السنه دي باذن الله رب العالمين يا حمد.